هذه الألوان الجميلة لفندق في قلب مدينة بسكرة، مغلق منذ عدة عقود وصار يشكل خطرا على المارة. ما يسمى بفندق الصحراء هو من وقت الاستعمار. اليوم تشوفوا في الصورة نتاعو يعني راهو يهدد المواطنين بالانهيار في أي لحظة، وخاصة وقت الأمطار. راني مجاور هنا منذ حوالي 10 سنين، وكل مرة تسقط منه أجزاء. ملكية الفندق تعود إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري. مدير هذا الأخير أفاد أن ملف الفندق مطروح على مستوى الوصاية المركزية واعتذر عن التصريح. أما هذه الأطلال فهي ليست في قندهار أو في أفغانستان، بل هي مجاورة للفندق، بنايات ملك للشؤون الدينية انهارت وشوهت المكان. المكان هذا ملك الوقف وبطبيعة الحال تابع للشؤون الدينية. كاين عدة رسائل وإعذارات اللي اتصلنا بالمديرية الشؤون الدينية على الأقل لنزع الخطر. دخلت البلدية لعدة مرات لما يكون حيط مهدب للانهيار باش ننفع المارة على الأقل، لكن اليوم مديرية الشؤون الدينية لم تستجيب إلى حد الآن، وبالتالي رانا ننتظر في إجراءات أخرى. إجراءات قد تأتي لكن متى؟ أما خطر هذه الأجزاء على المارة فلا موعد له، والمقترح الأقرب إلى التجسيد هو ما جاء به النائب المكلف بالعمران في بلدية بسكرة. نقترح على مديرية الشؤون الدينية نتلاقاو بلدية مديرية الشؤون الدينية مديرية التعمير إلى آخره، ونديروا عملية تطوعية إذا كان ما كانش مبالغ لصرفها للمشكلة هذه، نديروا عملية تطوعية وننظفوا المكان على الأقل، ننزع الخطر على المارة وننظف المحيط. خطر محدق بالمارة في أي لحظة، ومحيط مشوه في قلب ما يسمى بعروس زيبان. أما تدخل المعنيين بالأمر فيبدو أنه مرجأ إلى حين.